أخواتي الحاضرات، أخواتي المشاهدات، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم في هذه الحلقة ديال اليوم ديال مادة الحساب اللي غادي نشوفوا فيها درس جديد. وقبل غادي نصحوا الواجب اللي كنت كلفتكم به في الحلقة الفايتة. هذا الواجب اللي كنتمنى أنكم تكونوا نجزتوه جميع وتوفقتوا في الإنجاز ديالو. هذا الواجب اللي كيف كتلاحظوا على الشاشه كان تيتكون مزوج ديال العمليات ديال الجمع. كان المطلوب منكم انكم تكتبوهم عموديا ثم تنجزوهم. اذا نبداو على بركه الله. شكون تنجزينا العمليه الاولى؟ ليلى، يمكن تقري لنا العمليه الاولى وتنجزيها؟ 52 نعم زائد 13 تساوي نعم حسن. نديرو 52 نعم منها 13 نديرو الزائد ونديرو تساوي حسن. ثم نديرو الوحدة تحت الوحدات والعشرة تحت العشرات. ممتاز. ثم نديرو زائد باش أول حاجة كنجمعو هو الجمع باش تنبداو الوحدات. نعم حسن، تنبداو نجمعو الوحدات. إذا 2 زائد 3 5 نعم تساوي 5. 5 زائد 1 تساوي 6. إذا المجموع اللي حصلنا عليه 65. حسن تبارك الله عليك. الآن شكون تقرا لنا العملية الثانية وتجاوب لنا عليها؟ لطيفة. 61 زائد 18 تساوي حسن. إذا باش نجزو هذه العملية شنو تنديرو؟ نديروها عموديا. نعم حسن. أنا هبطو 61. نعم 61. أنا هبطو 18. 18 حسن. نديرو الزائد. تبارك الله عليك. نديرو واحد السطر وغنديرو تساوي. تبارك الله عليك. وغنبداو بالوحدات. حسن. 1 زائد 8 9. جيد. 6 زائد 1 7. تبارك الله عليك. إذا المجموع اللي حصلنا عليه هو 79. 79 تبارك الله عليكم. إذا دابا كملنا التصحيح ديالنا هذا، وكنتمنى من المشاهدات وكذلك المشاهدات والمشاهدين وكذلك الحاضرات معنا انهم يكونوا صحوه معنا. ودابا غننتقلوا لدرسنا الجديد اللي غادي نشوفوا فيه مجموعه ديال العمليات ديال الجمع اخرى. اذا لاحظوا معايا الشاشه، شكون تقرا لنا هذه العمليه حبيبه؟ 122 122 25 حسن. 125 200 واللي الرمز زائد 241 تساوي حسن. اذا تنقراوها 125 زائد 241 تساوي. اذا كيف كتلاحظوا هذه العملية هي عملية ديال الجمع، فيها أعداد مكونة من المئات ومن العشرات ومن الوحدات، وتنكتبوها بنفس الطريقة عموديا، ولكن تيخصنا ردوا البال مزيان الكتابة ديالها عموديا، حيث أننا تنكتبو الوحدات تحت الوحدات والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات الا بغينا نجزوها بواحد الشكل اللي هو صحيح وبواحد الشكل اللي هو سليم. اذا الان شكون اللي تقول لي شحال تساوي هذه العمليه، او لا تعطينا المجموع اللي غادي نحصلوا عليه النهائي؟ ناخذ الاخت لطيفه الا سمحتي. نعم يمكن تخرج لنا هذه العمليه اول حاجه باش تنبداو بالوحدات. حسن تنبداو بالوحدات. 5 زائد 1 تساوي 6. نعم 6. 2 زائد 4 تساوي 6. حسن. 1 زائد 2 تساوي 3. نعم حسن. إذا المجموع لطيفة اللي حصلنا عليه العام 366. حسن ممتاز. إذا 366. دابا غادي نشوفوا واحد العملية أخرى باش نجزوها جميع. شكون تقراها لينا؟ زينب. 1300
1030. لا شكون يصح ليها هذا العدد؟ 630. عاودي زينب. 230. لا 630. 330. 630. نعم 630 زائد 321. حسن 321 تساوي. إذن هذه العملية المطلوب منكم أنكم تأخذوا الألواح وتكتبوها. الآن غادي نكتبوا عليكم حنا عموديا وانتم فقط غادي تكتبوا على الألواح تجزوا لنا المجموع العام ديالها. إذن كيف كتلاحظوا كنكتبوا الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت من المئات. نتمنى كذلك حتى من المشاهدات والمشاهدين الكرام يكونوا تنجزوا معنا هاد العمليات في البيوت ديالهم على الألواح. إلا سمحتوا رفعوا الألواح. عندك واحد الخطأ. نعم حسن 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 جيد. إذا نشوفوا مع ليلى. صفر ليلى، إلا زدنا عليه واحد كيعطينا حسن واحد. ما يبقاش فيك الحال، راه من الاخطاء كنتعلموا، واللي ما تيخطا راه ما هو انسان، تيخصنا نخطئوا باش نتعلموا. حسن جدا. اذا نضعوا الالواح. شكون تنجز لينا هذه العمليه؟ نشوفوا لطيفه. عفوا ليلى الا سمحتي نقراوا العمليه اولا. 630 حسن زائد 321 نعم تساوي صفر زائد واحد. إذا كنبداو من الوحدات. نعم حسن. صفر زائد واحد تساوي واحد. حسن. ثلاثة زائد اثنان تساوي خمسة. مزيان. ستة زائد ثلاثة تساوي تسعة. تسعة. إذا المجموع اللي حسبنا عليه ليلى 951. 951 حسن تبارك الله عليكم. دابا غنكلفكم بواحد التمرين اللي غتوجدوه في نهاية الحلقة الخامسة في الكتاب المقرر الموجود بين يديكم. هاد التمرين اللي كيضم زوج ديال العمليات ديال الجمع. المطلوب منكم في هاد التمرين أنكم تكتبوا لي هاد العمليات على الألواح عموديا ثم تنجزوهم. مفهوم التمرين؟ يلا ناخذوا الألواح ونبداو بالعملية الأولى. كنت تقرا لينا العملية الأولى باش نعرفوها؟ لطيفة. 923 ألف زائد ألف وخمسة. ألف وخمسة شكون اللي يصح ليها؟ شكون اللي يصح ليها لطيفة؟ 105. حسن زائد 105. إذا 723 زائد 105 إذا تساوي كم؟ نجزو العملية على الألواح. ارفعوا الألواح إلا سمحتوا. نعم 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 تبارك الله على زين. تبارك الله عليكم ما شاء الله. اذا نضعوا الالواح نشوفوا شكون اللي يمكن تجزي لنا هذه العمليه. نشوفوا لطيفه او لا عفوا سمحي لي حبيبه. حبيبه نجزوا العمليه نقراوا اولا. عندنا 723 زائد نعم 105 حسن تساوي باش نبداو. عندنا 5 زائد 3
تتساوي 8. 8 اذا هذه كتسميوها افقيه الوحدات. الوحدات تنبداو دائما بالوحدات. حسن وتنقولوا 3 زائد 5 تساوي 8. حسن دابا غنتقلوا العشرات. العشرات جيد. عندنا 2 زائد 0 تنحطوا 2 لتحت. حسن. عندنا 7 زائد 1 تساوي 8. 8 تبارك الله عليك. اذا المجموع اللي حصلنا عليه هو 828. تبارك الله عليكم. يبارك. ناخذ العمليه الثانيه والاخيره. اذا شكون تقرا لنا هذه العمليه؟ نشوفوا ليلى. 161. تبارك الله عليك. 161 زائد 812 وجوج. 800 8 800 800 وجوج و12. حسن. اذا 161 زائد 812 تساوي كم؟ تساوي هذه العمليه اللي غنكتبوا دابا على الالواح نجزوها عموديا ثم نشوفوا المجموع ديالها. ما نساوش الوحدات تحت الوحدات، العشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات، باش نحصلوا على واحد النتيجه اللي هي صحيحه. إلا سمحتوا رفعوا الألواح. هذا الشيء فعلا كيفرح. تبارك الله عليكم. تبارك الله عليكم وما شاء الله عليكم. غادي نوضعوا الألواح. شكون تنجز لنا هذه العملية؟ نشوفوا لطيفة. يلا تفضلي لطيفة نقراوا أولا. 161 نعم زائد 812 نعم تساوي نعم 1 زائد تنبداو دائما بالوحدات. حسن. 1 زائد 2 تساوي 3. حسن. ثم تنمشيو 6 تنمشيو العشرات. العشرات. 6 زائد 1 تساوي 7. تبارك الله عليك. 1 زائد 8 تساوي 9. تنسميو هادو 10 المئات. المئات. جيد. اذا المجموع اللي حصلنا عليه هو 973. ودابا غادي نشوفوا العمليات او النتيجه اللي حصلنا عليها في العمليات بجوج. بهذا اخواتي الحاضرات، اخواتي المشاهدات، اخواني المشاهدين، حلقتنا وصلت نهايتها. وقبل ما نودعكم غنطلب منكم باش تراجعوا دروسكم اللي شفناها حتى الان، لان في الحلقه المقبله ان شاء الله ديال ماده الحساب غادي نخصوها لمجموعه ديال التمارين باش نثبتوا كل شيء اللي تعلمناه حتى الان. وغنذكركم كذلك بان هذه الحلقه راه تتعاود او تتبت زوج ديال المرات على قناه السادسه، ويمكن لكم كذلك انكم تتبعوها من خلال موقع وزاره الاوقاف والشؤون الاسلاميه او من خلال موقع قناة السادسة اللي كيظهر أمامكم في الشاشة. ما بقى لي إلا نودعكم. دمتم في رعاية الله وإلى حلقة مقبلة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.